يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية العليا الإفريقية ممن شاركوا في المؤتمر الذي انعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. يأتي المؤتمر في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الدول الإفريقية في مجال القضاء، بالإضافة إلى كونه فرصة مهمة لتبادل الخبرات حول المفاهيم الدستورية ومناقشة عدد من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.